في هذه اللحظات هي الحفلة الكريمة، تمت انطلاقة الشوط الرابع في المجموعة الشوط الثاني لفئة القعدان اللقاء من مسافة 3 كيلومترات في سباق الأصيل الأسبوعي، اللي في أول المراكز هذا هو شاهين لسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي مع شاهين في هذه اللحظات في أول المراكز. أما اللي في ثاني المراكز هذا هو شاهين لسيد محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني مع شاهين في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا الشقب لسيد فهد بن سالم بن مسعود مع الشقب في ثالث المراكز. رابع المراكز الباز لسيد صالح بن راشد الدعبة مع الباز في رابع المراكز. خامس المراكز هذا الذيب لسيد راشد بن عبيد بن شينان المري في خامس المراكز حتى هذه اللحظات في هذا الشوط ثاني أشواط القعدان والرابع في المجموعة. اللي في اول المراكز هذا شاهين لسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي في اول المراكز هذا شاهين كما تشاهدونه على شاشة التلفزيون. اما اللي في ثاني المراكز هذا شاهين لسيد محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني في ثاني المراكز في هذه اللحظات. ثالث المراكز هذا الذيب لسيد راشد بن عبيد بن شينان المري في ثالث المراكز، ولكن شاهين حتى هذه اللحظات لسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي في اول المراكز. اما اللي في ثاني المراكز من الجانب الايمن هذا هو شاهين لسيد محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني في ثاني المراكز. اما شاهين لسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي حتى هذه اللحظات مسيطر سيطرة تامة على هذا الشوط. اما اللي في ثاني المراكز من الجانب الايمن هذا هو شاهين لسيد محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا رقم 24 حتى هذه اللحظات هذا الذيب لسيد راشد بن عبيد بن شينان المري في هذه اللحظات في ثالث المراكز، لكن هذا هو شاهين وهذه الجماهيرية هذه الجماهير اللي مسايرة شاهين من الجانب الأيمن واللي أيسر هذه جماهير شاهين. وركز يا مشعل، ركز على هذا الشوط. هذا هو شاهين في أول المراكز. أما اللي في ثاني المراكز هذا هو شاهين للسيد صالح بن راشد محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني، وهذا هو شاهين كما وصلتنا الترشيحات من ليلة البارحة من السيد محمد بن جهمان البريدي من ليلة البارحة رشح شاهين في هذه اللحظات. هذا هو شاهين كما تشاهدون على شاشة التلفزيون يرقص حيدا خارج السرب. أما اللي في ثاني المراكز اللي واصل هذا هو شاهين لسيد محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني واصل. أما اللي في ثالث المراكز هذا هو العمدة عبيد بن شينان المري واصل. هذا هو سالم بن عبيد أو راشد بن عبيد بن شينان في ثالث المراكز، ولكن شاهين حتى هذه اللحظات هذا شاهين بتعلمك يا شاهين لسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي في هذه اللحظات في اول المراكز. اما اللي في ثاني المراكز هذا هو شاهين للسيد محمد بن ناصر بن الشهواني محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني في ثاني المراكز، ولكن شاهين وجدد الرقص شاهين وانتزع المركز الاول شاهين وسيطر سيطرة تامة. اما اللي في ثاني المراكز هذا هو شاهين بتعود مكية شاهين للسيد اللي في ثاني المراكز السيد محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني. واشكرك يا حمد يا بن حسين البريدي الداعم الرسمي لهذا الشعار، حمد بن حسين البريدي، حمد بن محمد بن حسين البريدي الداعم الرسمي لهذا الشعار، مشكور على هذا الاداء وعلى هذه المسايره، ومشكور يا مشعل على هذا الانتزاع. اما اللي في ثاني المراكز اللي وصل هذا الشهيد للسيد محمد بن مسفر الشهواني في ثالث المراكز، اللي وصل هذا الشقب للسيد محمد بن سعيد بن كروز نقول تهانينا والناموس مع السيد عبد الله حمد احمد. توقيت 4:39. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:39، 81 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد مشعل بن حمد بن حسين البريدي.